نتجه سريعا إلى جنوب لبنان مع أحمد سنجاب. أحمد، إليك الكلمة. نعم، تحياتي لك في البداية. ربما التطور الآن أن حزب الله يسأر لمقتل أحد عناصره وللاعتداء على المدنيين في الجنوب اللبناني، حيث أعلن الحزب عن تنفيذ 3 عمليات نوعية من الجنوب اللبناني باتجاه مواقع عسكرية إسرائيلية استخدم فيها أسراب من المسيرات الهجومية، حيث استهدف موقع عسكري إسرائيلي في رموت نفتلي بالإضافة إلى قاعدة بيت هلل العسكرية في الجهة المقابلة للقطاع الشرقي من الجنوب اللبناني، كما استهدف أيضا أحد المواقع العسكرية الإسرائيلية في الجهة المقابلة للقطاع الأوسط من الجنوب اللبناني. فهناك 3 عمليات نوعية نفذها الحزب استخدم فيها أسراب من المسيرات، وذلك ثأرا للاعتداءات الإسرائيلية أو ثأرا لسكان الجنوب اللبناني الذي تعرض لاعتداءات إسرائيلية أسفرت عن مقتل أحد عناصر حزب الله في بلدة كفرة صباح اليوم، بالإضافة إلى الاعتداء على عدد من البلدات اللبنانية الأخرى على مدار الساعات الماضية.